اليوم نحن ندشن عمل اللجنة المجتمعية للرقابة ومكافحة الفساد، رغم أنها قد زاولت عملها منذ أشهر. إننا في اللجنة الرقابية ولمكافحة الفساد خاصة، ونحن عشنا على مدار 3 أعوام متتالية دورة تأهيلية تعلمنا فيها أساسيات ومهارات الرقابة ومكافحة الفساد، والتي كانت بمعية 35 متدرباً ومتدربة من أعضاء اللجنة المجتمعية بالشراكة مع مكتب الصناعة والتجارة ومكتب الشباب والرياضة. اسمحوا لنا في هذه الفعالية أن نوجه لكم بعض الرسائل المهمة هي للعابثين بالفساد وهوامير الفساد وقلاع الاستحواذ. من الآن وصاعداً على كل واحد منكم أن يقلل من الآن، وعليه أن يودع منامه وراحته. قد لا نستطيع هدم قلاعكم ولا هوامير فسادكم لإزالة عروشكم، لكننا نستطيع أن نقلق نومكم، نستطيع أن نقلق راحتكم، نستطيع أن نسلبكم نومكم وراحتكم، لكننا كذلك نستطيع أن نضج مسامعكم، نستطيع أن نحاصركم ونضيق عليكم عيشتكم حتى ترحلون، فنحن أقوى وأبقى منكم وأنتم زائلون. لن نكون لجنة مجتمعية، لن نكافح الفساد إلا بوجودكم جميعاً. الفاسدون اليوم يختبئون في منازلهم، الفاسدون اليوم لا ظهور لهم، هم يعملون من خلف الستار. رغم فسادهم لكننا سنحاربهم، لكننا سنقف أمامهم. أرض جنة وعرش شوروي، موطن الأحقاف والبس القويم. أرض جنة وعرش شوروي، موطن الأحقاف والبس القويم. غير حروف اللغة، بحثت عن لغة لا مقروءة ولا مكتوبة، فحينما شعرت بالعكس أدركت أنني في محراب قداسة. كلمة مدير مكتب الشباب والرياضة يلقيها على مسامعكم الأستاذ أيمن مخلافي. الأخوات والأخوة الحاضرون، إن فكرة مكافحة الفساد تتمحور حول تتبع المواطن للفساد الإداري في مؤسسات دولة مختلفة، والعمل على تغييرها بالمناقشة أحياناً وبالمتابعة مع ذوي صنع القرار أحياناً آخر، وبالنشر في وسائل الإعلام إن لزم الأمر. الحاضرون جميعاً، إن مهنة مكافحة الفساد مهنة شاقة ورسالة عظيمة، وقد يترتب عليها المتاعب العديدة، ولا سيما إن كان من يقوم بذلك من ذوي القيم والمبادئ الراسخة الأصيلة. الأخوات والأخوة، إن من يطلع بهذه المهمة الشاقة لا بد له من مؤهلات تنطلق من قوة الإرادة، مروراً بالوعي بالقوانين التي تحكم سير المؤسسات الرسمية وتنظم أعمالها، وكذلك الحيادية وعدم وجود مآرب شخصية، ويتوج ذلك كله بروح الانتماء الحقيقي للوطن. وإنه لمن دواعي ضروري أن ندشن اليوم إشهار اللجنة المجتمعية لمكافحة الفساد، والذي سبق الإشهار برنامج تدريب. نختتم اليوم هذا البرنامج التدريبي في الرقابة ومكافحة الفساد. الحاضرون جميعاً، إن الرقابة المجتمعية أهم عنصر من عناصر منظومة مكافحة الفساد، ويكمن أهمية دور الرقابة المجتمعية في تعزيزها الوعي والثقافة المجتمعية حول خطورة الفساد وضرورة مكافحته. الحاضرون جميعاً، المشاركين في البرنامج التدريبي، نريد أن تتحول الرقابة المجتمعية إلى ثقافة لدى المجتمع، إلى شعور وطني، إلى ثوابت وطنية.
نريد أن تتحول الرقابة المجتمعية إلى قيمة من قيم المجتمع، بحيث يصبح المجتمع ينظر للفساد كجريمة تمس الوطن، بل ويعتبرها خيانة للوطن وتدمير لمكتسبات الوطن، وينظر للفاسد كشخص منبوذ في أوساط المجتمع. الفساد عائق أمام طموح الشباب وتطلعات وآمال المجتمع. الفساد بل حجر عثرة أمام تقدم الدول والمجتمعات. وهنا يأتي أهمية دور الشباب في الرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد، ولكونهم أساس التغيير. الشباب يحملون هم التغيير والبناء والتجديد والتنوير. عجلة التغيير تبدأ من الشباب، فهم شعلة النشاط وشمعة التغيير. هذا هو الدور الحقيقي الذي يجب أن يكون للشباب، لهم فيه بصمة، وذلك لنجاح أهداف ثورة فبراير التي كان أبرز أهدافها مكافحة الفساد والماضي بعجلة التغيير والبناء والتنمية، حفاظاً على مكتسبات التغيير. لابد أن يكون للشباب دوراً بارزاً وفاعلاً، ويجب أن تكون هذه المبادرات محل إجماع للشباب وتوحدهم بمختلف انتماءاتهم وأطيافهم. هذه المبادرات تحفظ طموحهم وآمالهم في التغيير وحماية مكتسبات ثورتهم. إيش قال الشاعر؟ قال: من طلب العلا سهر الليالي. الله، صفقوا له، الله. شاعر ابني، كله شاعر طلع ما يقول حاجة إلا الحكمة. عادك مدري من طلب العلا سهر الليالي، سهر اليميسي قال استمس مسلي طولة الليل، وتجي تقول لي من طلب العلا؟ قم قم ادخل الآن الصباح وسريع عشان يصير للدكان. يلا لا بملع دوبيانو، ما بوش بيا ولا بيا. يلا سريع تلقى اطرح شايابا، اطرح سير بدل. يلا واكل اشتغل لي يا شليه، ما بيش طاقة رفع. ها اشتغل لي يا شليه، قصف عمريك منتي، قصف عمريك. لمو ها لمو، الله الله مو الله مو ومرة مو منورة قميك بلخ فلمك احمر، ما هوش أحمر. آه. هذه حامورة. قصف عمرك. أنا تدلع لك. لا تدلع لك. لا تكون الشي صافي طيب حديد، أنا فتالك شبصرني قبل. اسمع اسمع. اسمعي دحين. دحين اسمعني أنت. نوهو. أقول لك زوج الدبوان. مو بأن زوج الدبوان. أنت لي حق الدبال غاز شا دبال غاز. كم أدى؟ أنت 2005. ما بوش غاز. لمو. أربعة أعجبه؟ هي مسكين مسكين. ما مسكين إلا أنا. أقول لك مسكين. مسكين. أقول لك اللي اشتدي 4000 شدي لي غاز، اللي معه 2005 قولي لي ما وش غاز، أكمل مفتوح. تمام، أنا إيش أقول لهن؟ أيوة يلا ادخلي بصري. يلا. لا لهي. عاجلوا. أنا والله إن أنا ودفت أقسم بالله. أين جاء؟ أين جاء التلفون؟ ترن ترن. يعني تعلق المحاسس إني إيش أخرجه؟ ترن. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أياك في حالك واحد مجهز. الحمد لله. هي مقابة. جداري مقابة. الله بو معي بضاعة راهي قريب الانتهاء. مالي وانا بعمل لك؟ عشانك تتصرف به. اتصرف به؟ ايوه. اقول لك المخزن حق دوك مكدس، ما عرفتش اصرف اول اخير اطلع عليك. يا اخي افهم، هذا بعد لكم دسم. ايوه. ايوه وقعدت الله بالنص بالنص بيعوا النص بالنص انا وان النص بالنص. لا 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 مش هبيعش. انت امانة لو تقول لي ثلثين بثلث ماشي اشليش. حتى لو اقول لك ثلثين بثلث، طيب ثلثين بثلث خلاص. حملي حملي. حمل. ايوه حمله. يلا تمام تواصلين، خليهم يجوا لي بعدين تدينا قهي جاهز. يلا هي يلا خاطرك. مع السلامة. مع السلامة. هي رص على الناس الاقصر الحاصل. لا لا رص رص وزع 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 وزع. ايوه الله خالقني نوابي ذا ما تقلوش حاصل. ايوه يا حق مدهش
اهلا. اهلا وسهلا صباحك. اهلا حياك اهل. كيف حالك؟ الحمد لله. ايوه كيف اخبارك يا حق مدهش؟ والله الحمد لله بخير. كيف حالك انت؟ الحين اسمعنا. مو صفقة؟ ايوه قوية جدا. مو من صفقة؟ شفت المنظمة اللي جاءوا ايش وزعوه؟ مش وزعوا اغاثه. سجلتني نفذاره. مو على قهوه. اي سجلتك. طمن ما معيش حاجه. ايوه سجلتك انت. أه. سجلت ابنك انهم زوج معول معه بيت لحاله. رجال. ايوه تمام. أه. وسجلت زوجتك اني زوجة ارمله قاهي. تمام تمام تمام. اسمع. أه. الان هو مش الغرض هنا. أه. انا كيف عملته؟ ايوه تمام عملت. مو بزعك. لا تكونش تسمعك كذا. اسمع. ها. انا عملتهم طلبوا مني ارصد لهم الحاره. اها تمام. ايوه اصحاب الحاره منهم 150. اها والعاقل زياد 150 اسماءه 100 وبابا طائق بو كل شيء. ولمو يا حق مدهش كم شكله سفهمك انت مع العاقل. ايوه اسمع. ها. هذه ال 150. ايوه تمام. ايش نستلم هنا احنا؟ ايوه وش عندي هلا عندك؟ وانا مش اعمل بهن. بيعين والنص بالنص يا حق. آه آه. بيع والنص بالنص. افتحوا لي الان يا شيخ. يا با هذا غلط اللي انت تعمله. هذا غلط. انت الان تحتكر الناس تحتكر المواطنين. يا ابني تشارك بالفساد يا با. يا ابني مو من فساد الفساد يا ابني. انت لما ترقد النهار وتقوم الليل. لا لا ما هوش فساد. الفساد يا با ان هذا اللي يجيب إغاثة في واحد ثاني محتاج له. المفروض أن تبلغ عنه المنظمة اللي تصرف له عشان ما تصرف له مرة ثانية. في ناس مستحق أزيد منه. ملك كيف أزيد أنا سير أدور المستحق. بدل ما تشتري ببحث تحتكر السوق. أصلاً إحنا ما عملنا هذه الحركة إلا تقديرا لظروف الناس. لا لا يا ابني هذا لما يبيع يبيع عشان يشيل له طماط. هذا مو معه أربع خمس جواني سكر ببيت وست مدري موسى. هذا اللي يبيع يستلم إغاثة ثلاث. يا ابني خلاص انت ولا لك دخل. والبضاعة المنتهية با هذه تؤدي الى موت الناس. انت جالس تحتكر ليش ما معهمش رواتب؟ تبيع لهم دين عادي قاهي منتهي صح؟ يا ابني عادي ايش نديل اللي يقوي يدينوا البضاعة الجديد نقد نقد اشتري. يا با ما ينفعش هذا احتكار. انت مالك تعلهم تعلهم تعلهم. انت تسير للمخزن. انا شاشر المنظمة اللي قال على العاقل اكلمونا في اسماء وهمية وانكم تشغل الاغاثات وانه هذا الخبر كله حرام. طلاق من امك لا يقع لك ضرب ضرب للسميع العليم. اللي نضرب لا يوم الدين. قم اجزع ولا عشت بصر صوتك. قم اجزع قم اجزع. الله يا بنا انصحك بدل ما تعلمني حاجة الصح تعلمني حاجة الغلط. ولا غلط ولا شي. انت ما تشيش تعب سعبوك. قم اجزع. الله لا عاقل له تعب. اجزع لك لعنت ملعونة شقر بك انت امك. احنا شكلنا لجنه لمكافحه اللجنه المجتمعيه لمكافحه الفساد. تمام. خلي قادة تنضم معانا. تمام ونبدا بتصحيح الفساد محاربه الفساد. والله ان تمام انا مستعد. اول واحد يبدا ابوك. الان اول واحد ابي انا اشوف باللغه الان. اين بنروح عند الاستاذ محمد العامري ونتكلم معه. يلا هي. تمام هي. يلا هي. اخي قلي من مدري ايش معاكم لقنا رقابه مجتمعيه مدري مو. ايوه نعم اخي مو شيء خدماتيه. ايش 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 دور اللقنه ذي حقكم؟ ايش الذي معك انت؟ سمعت لقنه مكافحه فساد. ايش الذي تشتمت من هذه اللقنه؟ ايش تتوقع انت من اللقنه هذه؟ انا اشي اكلمكم معي ابي تاجر ويجلس يبيع بضائع منتهيه يحتكر الناس ليش ما معهمش رواتب يدينهم يدين. ويشتري الإغاثات وهذا ويتعامل مع أبوك. يعني أجيت تشتكي بأبوك. أبوك يبيع منتهيات. أجيت تشتكي باللجنة الفرعية اللجنة المجتمعية. أيوة حتى الغاز نعقدوه ب 2005 ويبيعه ب 4000. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبوك أبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بضاعة منتهية يبيع أبوك في ظل هذا الحصار. يقول لك الناس ما معهم رواتب فهم اللي يدينوا يقبلوا بالحاصل. يعني ابوك مش عايش داخل تعز. الا عايش مش عارف انه تعز محاصر. مش عايش انه ابناء تعز يعانون. فتعبت وانا اكلمه ما فيش فايده. اخي نحن في اللجنه المجتمعيه ليس جهاز مركزي للرقابه والمحاسبه.
طيب انا عندي لكم مقترح. ها يا اخي تفضل. يا اخي الناس هذوم الاسر والمجتمع بكل المناطق يشتتوا العيال بهذه الحاجه داخل البيوت عشان يكونوا هم اساسا هم اساس التغيير لمكافحه الفساد من داخل بيوتهم. اخي اسمع عشان اكلمك انا لا تكثر لي جبل لواك انا قدر الله خبرك الله اقول لك ان الله لا القران الكريم يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم اذا كان انت الان انت يعني جبت لي رسالة عن أبوك إنه يبيع منتهيات أنت تعتبر بحد ذاتك رقابة مجتمعية أشكرك عليها وشزيدك بوسف راسك شكرا لك. واجب هذا واجبي. فعالية إشهار اللجنة المجتمعية للرقابة ومكافحة الفساد بتعزي وما يمثله هذا الإشهار من إعلان ميلاد علامة من علامات الوعي التعزي المجتمعي وصحة توجهه وعنوان لنضجه ورقيه وذلك يوم أن يصبح المجتمع قادرا على الرقابة قائما بدوره الديني والوطني والمجتمعي في مكافحة الفساد فيمثل هذه المبادرات تبنى الأوطان وتحرس المجتمعات وترتقي الشعوب ويحافظ على الحقوق العامة والخاصة وينعم الناس في الأمن والاستقرار والرخاء والعيش الهني ليس هناك ما هو أضر على الوطن من الفساد بل هو أضر من كل عدو خارجي كان أو داخلي ومكافحته وإن الشباب صار يعي دوره ويعرف واجبه ويؤديه بشكل حضاري وراق ما يجعلنا نرمق المستقبل مطمئنين بعيون شبابه الأكثر وعياً والأكثر قدرةً على تحقيق الطموحات وإدارة عجلة التنمية انطلاقاً من هذه المرحلة التي نعيشها فإننا ندعو هذه اللجنة ومكوناتها وأعضائها ونحن نعتبرها اليوم أيضاً يوم إشهار لها رغم أن عملها منذ أشهر لأن يعدوا برامجهم بحرفية وفاعلية وواقعية وأن يوطنوا أنفسهم للأيام القادمة على التفاني بالعمل وبذل الجهود الكبيرة وبما من شأنه رقي الوطن وخدمة المواطن وحراسة حقه والذي لن يتأتى إلا بتعاون وتعاضد الأداء الحكومي مع الرقابة المجتمعية التي تعلي من شأن المؤسسة بالعمل والشفافية بالأداء والمعيارية بالتقييم بعيداً عن النوازع الشخصية والمماحكات الحزبية التي يمثل لها ليس فقط أن تنسب كل تلك الجهود وتهيل عليها التراب بل يمكن أن تفسد أكثر مما تصلح حيث يفترض بها أن تكون هذه اللجنة تعمل على إصلاح ومحاربة الفساد وأقول أيها الإخوة كما أن المكاتب والمؤسسات والهيئات الحكومية هي الأدوات والأيادي المعبرة عن الدولة نريد اليوم أن تكون هذه اللجنة هي عيننا التي لا يخالطها غبش ولا يعميها رمد الإسهام في تكوين ثقافة سياسية واجتماعية متحررة من البنى العصبية والحزبية والقبلية تسهم في روح المواطنة المتساوية وتعزز عمليات اختيار القيادات الإدارية وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة واعتبارات مصلحة المجتمع وبما يضمن مشاركة فاعلة وإدارة العمل الوطني بطرق سليمة. ثلاثاً تعزيز دور المواطنين في مراقبة وتقويم أداء السلطة المحلية والمساهمة في عملية صنع السياسات العامة والمشاركة في اتخاذ القرارات وتحديد أفضل الوسائل لإنجازها. أربعة مناصرة كافة المنظمات والمبادرات الشبابية التي تدعم وجود الدولة المدنية الحديثة وتعزز لدى الشباب مهارات اتخاذ القرار والتسامح واحترام الحقوق والحريات للوصول إلى التنمية الشاملة التي تتضمن السلام ونهضة المجتمع. خمسة المشاركة في متابعة ومراقبة سير العمل الإنساني والإغاثي بكل جوانبه وأشكاله والتعاون والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة والتوثيق القانوني لكافة الانتهاكات التي تمارس ضده
ويعتبر هذا البند الأخير والأهم من أهدافنا العامة. الأستاذ محمد نجيب العام.